ميزان القرآن، القرآن أول ما جاء كان كتابا مدهشا، يعني كمبيوتر أول ما ظهر شيء مدهش، الأمريكيين اخترعوا كمبيوتر، لكن بعد مدة قليلة اليابانيين أيضا اخترعوا كمبيوتر أحسن من كمبيوتر الأمريكيين. كما أنه لما يكون اختراع يدهش الناس، القرآن كان آخر، لكن ما جاء أدهش منه، يعني القرآن لما ظهر كان كتابا مدهشا. العرب الذين كانوا يعرفون الفصاحة والبلاغة حقيقة اندهشوا، وقرآن تحداهم وقال القرآن في آية: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبالحقيقة القرآن أثبت هذا الشيء من زمان القرآن 1400 سنة إلى اليوم، ما جاء شيء يتمكن من كسر القرآن وأن يكون أدهش من القرآن، ما جاء القرآن. نعم جماعة جاءوا ولفقوا كلمات وأحاديث وما أشبه، لكن العقلاء والعلماء والبلغاء لما قارنوا بين الكلامين رأوا أين الثرى وأين الثريا. من اليوم الأول الذي ظهر رأى العرب أنهم لا يتمكنون من المقابلة بمثله أبدا، مو مقابلة بمثل القرآن، وإنما حتى مقابلة بمثل سورة. في القرآن الحكيم الله يقول: فأتوا بسورة من مثله. تعال يجيبوا مثل هذا، أنا أبطل عن دعواي، لا سلاح يريد، لا مقابلة يريد. قرآن كتاب الله. الإنسان يتمكن أن يخلق البشر بغير الطريقة الطبيعية التي جعله الله. نفس الإنسان لا يتمكن من خلق القرآن الذي هو كلام الله، لأن لله سبحانه وتعالى كلمة تكوينية هي الكون، ولله كلمة تشريعية هو القرآن. طبعا الإنسان لا يتمكن من خلق الإنسان، لا يتمكن من خلق القرآن أيضا.